والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. صديقي يأخذ من راتب زوجته من دون علمها، علما أنه لا يعمل، وزوجته لا تصرف على البيت بسبب حبها للمال. يقول: المبلغ الذي يأخذه يتم صرفه على البيت، هل يجوز فعله هذا؟ ما يأخذ إلا بإذنها، إلا برضاها، لأن هذا مالها، لا يجوز أن يأخذ شيئا منه بدون رضاها. أما الزوجة تأخذ بقدر حاجتها؟ إذا كان ممتنعا، إذا كان ممتنعا تأخذ بقدر حاجتها، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف كما في الحديث. نعم.